من موقع صدى البلد ونقدم لحضراتكم مجموعة من الأخبار اللي بتهم الستات. الخبر الأول بيقول ست احتياجات نفسية هامة جدا للأرامل في عيدهم. في العالم حاليا 259 مليون أرملة، نصهم تقريبا بيعيشوا في فقر. وبمناسبة اليوم العالمي للأرامل الموافق 23 يونيو، بعدما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2011 أول يوم دولي للأرامل، قالت شيماء سلامة استشاري تعديل السلوك وخبيرة العلاقات الأسرية والاجتماعية لموقعنا موقع صدى البلد، إن أهم الاحتياجات النفسية للأرامل علشان تعدي حياتها بسلام هي، خدوا عندكم: 1- الاطمئنان النفسي وزيادة الثقة في النفس والآخرين. 2- تقديم الحب من جميع المحيطين، مساعدتها في على المثابرة وتحمل الأعباء، وتقديم النصح والإرشاد بطرق مهذبة، التوعية في طرق تربية الأطفال، والاهتمام بالجو الأسري والإحساس بالاهتمام أيضا من الآخرين. نروح لموضوع تاني وهو بعنوان أسرع مشروب لتنقية الجسم من السموم، أو بين قوسين كده الديتوكس. الخبر بيقول إنه ممكن إن احنا نحضر بنفسنا ديتوكس سريع لتنقية جسمنا من السموم في أسرع وقت، وبتقدم لنا الوصفة دي الشيف إلهام فتحي. ومقاديرها زي ما احنا شايفين على الشاشة: حباية جزر، حبة تفاح، كركم، وده شيء اختياري مع ان الكركم مفيد جدا جدا يا جماعة، زنجبيل. وطريقة التحضير ايضا هنقولها لكم: انك تقطعي الجزر قطع صغيرة وبعد كده يتبشر، وتبشري ما يعادل نص معلقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، ونحط عليه شوية كركم صغيرين برضو يكون كركم طازج، وبعد كده حطي المكونات كلها في خلاط مع إضافة يعني شوية قليلة من المية، وبعد كده نشغل الخلاط ونخلطها كويس جدا لغاية لما يتكون الخليط المتجانس. طبعا هيبقى فيه يعني مش هيبقى متصفي، فنروح مصفيينه كويس جدا ونحطه في كوب كبير، وده ان شاء الله يكون ديتوكس سريع ومفيد ونقدر نعمله كلنا في البيت. طبعا ده غير الفوائد الهامة جدا لجهاز المناعة من الكوكتيل الرهيب ده. الخبر الثالث بقى بيتكلم عن فوائد أخرى، وهي فوائد أوراق المانجو والشفاء السكر كما يقولون، يعني أبرز فوائده. الموقع اللي قال كده هو موقع ستات نيوز، عن ثلاث فوائد مذهلة لأوراق المانجو بالنسبة لمرضى السكر، وهي أنه بيخفض مستوى السكر في الدم، كمان بيظبط نسبة الكوليسترول، ومش كده بس، ده كمان بيدعم صحة العينين لأنه غني جدا جدا بفيتامين A. دي كانت أخبارنا اللي تخص الستات النهاردة، وقلناها لكم من موقعنا موقع صدى البلد. ونروح بقى لأول فقراتنا بعد الفاصل، وعلى فكرة لازم تحجزوا تليفوناتكم من دلوقتي، ومنتظرين تليفونات حضراتكم ورسائلكم سواء على صفحة البرنامج أو على التليفون على الهواء مباشرة، لأن هيكون معنا خبير الأبراج محمد فرعون. خليكم معنا بعد الفاصل.